وشاهدناهم في كثير مباريات، وساعات حتى يمكن ما يكون لك انت امل في البطوله، لكن مع ذلك يسافرون يروحون يحضرون مباريات خارج الكويت لما تكون في طياره تنقل المشجعين هناك. لذلك الجمهور الكويتي دائما مخلص لفريقه ولبلده بالذات، انه يروحون وراء هذا الفريق، يعرفون انه يمكن هذا الفريق ما يحقق البطوله لان في فرق افضل منه ممكن، مع ذلك يروحون يسعدون الطياره وياخذون من وقتهم عشان يشجعون فريقهم. حلو. تكلمنا قبل شوي يعني سولفنا دردشنا يمكن تحت الهواء عن الاستراتيجيه اللي قدمها وزير الاعلام قبل اسبوعين في مجلس الامه وتخص وتهتم للشباب والرياضه ومستقبلهم. احنا لو نتكلم يعني دائما نقول لا بغينا نتكلم احنا كشباب ديوانيه مو كلنا سوالف، ولكن كلاعبين نقدر نقول مخضرمين او نقدر نقول في زمن المسؤوله وخاصه الرياضه والشباب، ان هذه وضعت للشباب الكويتي الرياضي لنقول احنا لتحقيق طموحاته. اعتقد شباب الكويت الرياضي كثيره، بس لما تجد انك عندك استراتيجيه بهذا المنظور وهذا التفكير على مدى نقول احنا يمكن من 25 الى 28 تبتدي فيها، هذه اعتقد شيء جيد، بس يجب ان نعتني فيها ونهتم فيها. احنا ما نبيها على الورق، نبيها هذه تعرض على مجالس الانديه، على مجالس الهيئات، على حتى المراكز اللي موجوده في المناطق، ان الرياضه مهمه جدا. إيه مو بس انك انت الرياضه تلعب عشان تفوز، الرياضه صحه لك، الرياضه ممارسه تحافظ على 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 اجزاء كثيره من صحه نفسك. صحيح. لذلك يجب ان نمارس الرياضه. هناك كثير من الامور اللي وضعها الوزير في هذه الاستراتيجيه، اتمنى طبعا انه يهتمون فيها. ترى اليوم الرياضي، اليوم الرياضي والبطل وجاسم بهمن يقولون بعد جاسم بهمن حارس المي، جاسم له دور كبير يعني في نهاية كأس آسيا، مباراتنا يوم لعب جاسم كان دفعنا للمباراة الأولى مع إيران، ولعب وشال يعني كرات، وبالنهائي قدر يسد بلنتي. يعني احنا هم فازوا علينا 3-0 في المجموعات، دوري المجموعات، بالنهائي كان ممكن البلنتي ما نفوز على 3-0، بس جاسم صد الكره وطلعنا ردينا لهم الدين مثل ما قال الشهيد فهد الاحمد، ردينا الدين وفزنا عليهم 3-0. ردينا الدين. حلو حلو موضوعنا يا جماعه الخير. احنا لما نسولف وانا متاكد بان كثير من الشباب اللي قاعد يتابعونا الحين ودهم يكونون يوم من الايام لاعبين ومشاهير، ما ادري ليش في هذه في 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 الجيل الحالي، وانا ماني متهم هذا الجيل، الروح اللي معاكم اللي نقدر نقول الحافز اللي انتو قاعد تشوفون لما تروحون النادي، لما تتدربون، العطاء بالملعب، الامور اللي قاعد تسويه، انا بحياتي للامانه ما من تليفونات، من ايبادات، من تنقل بالسيارات، تروح اماكن، حتى سفراتنا احنا اللي احنا نسافرها السياحيه ما كانت مثل وقت الحال انك تسافر 4 أيام وترجع، لذلك كان حياتنا مو صعبه، كانت جميله، جميله بلمتنا، جميله في ان احنا عندنا هدف كبير بلدهم حاليا، لا بالعكس، بس هم قاعدين يعطون على حسب امكانياتهم اللي متوفر لهم. احنا اللي كانوا في تلك الفتره في اداريين، في ملاعب صغرتنا، في حب في البدايه، احنا نلعب نحب كره القدم بالشوارع في الاماكن في الاحياء اللي يمنا، الحين ما في الاحياء، يروح النادي عندك الامكانيات، عندك حب البلد، هذا الطبقه انت في الملعب. لذلك لان لاعبين الكويت كانوا فعلا كبار، سجلت الهدف الأول لمباراة الأولى وعمري كان ما وصل 16 سنة، وهذا طبعا من تشجيع الإدارة اللي كانت موجودة في تلك الفترة، زملاء اللاعبين اللي موجودين من ضمنهم إبراهيم الخشرم سلم عليه، إبراهيم دريهم، واللاعب السوداني اللي جاي من الزمالك حق نادي الكويت، ولاعبين، وخالد الملا المطرب، لاعبين كبار ساهموا في دفعي وطبعا تشجيع في هذه المباراة، ويا الهدف اللي قال عنه ابو احمد في الدقيقه، يقول احنا يمكن النص الشوط الاول خالد الملا، وهدف شجعني خالد الملا كان لاعب اي ويانا بالمباراه، ومحمد شعيب كان لاعب عدني، نعم خالد الملا قول جول على طهران، يقول ابو احمد على ما ادري على طهران ايه. لا خاف خالد علي الملا، علي الملا خالد علي الملا خالد الملا سجل جول على طهران على ايران، اي يقول على طهران خالد قول جول خالد الملا، خاف ودية يمكن ودية يمكن إيه ودية ودية كيفك، خلي قول ما شارك يعني بالمنتخب ويانا وايد ما شارك هو على أساس إنه يعني لعب ويانا ضد منتخب إيران،
لكن ممكن يكون في مباراة ودية لعبها هني بالكويت وسجل ولا هدف كانوا يتداولونه ذيك الأيام في وسائل التواصل في مباراة اعتزال إذا ماني غلطان الكابتن عبد الله معيوف. حلو، ترى كل الكلام اللي قاعد نقوله هو كلام مدي ويعني بعيد كل البعد عن الإعداد، يمكن قاعد ندردش للأمانة على أساس نعرف هذه الشخصية الجميلة اللي عاصرت. وأنا متأكد بأن لما نذكر المبدع سعد الحوطي أنا متأكد بأن لازم نذكر العمالقة اللي كانوا معاه، وأنا يعني شيء جميل لما يمكن الحين لما نسمع مثلا في بعض الأندية فلان الفلاني أو البطل وجاسم بهمن يقولون بعد جاسم بهمن حارس المي جاسم له دور كبير يعني في نهائي كأس آسيا مباراتنا يوم لعب جاسم كان فيها، احنا ما نبيها على الورق، نبيها هذه تعرض على مجالس الأندية على مجالس الهيئات على حتى المراكز اللي موجودة في المناطق ان الرياضة مهمة جدا. ايه مو بس انك انت الرياضة تلعب عشان تفوز، الرياضة صح لك، الرياضة ممارسة تحافظ على 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 أجزاء كثيرة من صحة من صحة نفسك. صحيح. لذلك يجب أن نمارس الرياضة. هناك كثير من الأمور اللي وضعها الوزير في هذه الاستراتيجية أتمنى طبعا أن يهتمون فيها. ترى اليوم الرياضي، اليوم الرياضي هذه توقف في كل اللي نقول إحنا الأعمال وتمارس الرياضة، مشي ركض لعب في أي مكان، إن هذا يوم رياضي لأن الرياضة صحة للإنسان وليست فقط المنافسة. ولذلك هذا اليوم الرياضي أعتقد مهم جدا، إلى جانب طبعا نقول إحنا المراكز الطبية اللي راح تنشأ، الملاعب، الاستادات اللي راح توضع للفرق. أتصور في أمور كثيرة للوزير وضعها بهالاستراتيجية، أتمنى من المسؤولين أن يهتمون فيها ويشتغلون فيها ويبتدون فيها لأنها مهمة جدا. ما نبي إحنا باكر ننسى وتطلع لنا شغله ثانيه لا خلونا نتحرك، خل تصير مشاكلنا بهالاستراتيجيه لان فعلا احنا من زمان نبي مثل هذا العمل. نتمنى ونوجه تحيه اكيد لوزير الاعلام عبد الرحمن بداح المطيري على هذه البادره، بما ان يعني للامانه تمرين وعطاء والتزام ومواظبه واستماع لراي الاداريين والمدربين مو شيء سهل ترى. صح عمليه مي سهله. اي والله لما انت تبي تلعب كره تبي توصل هاوي كاس العالم، لا هذه يبي لها تعب، يبي لها صبر، يبي لها وتعاني وتفرح مع المعاناه. اكو فرح لانك تعاني في البدايه. صح. على المعسكرات وعلى شلون تلعب وضغط التمارين والمدربين، لكن إذا فزت في كأس الأمير أو فزت بطولة الدوري أو رحت على مستوى المنتخب هذه الفرحة حصلت كبيرة. حصلت ما زرعت. أنتم ما تذكرون جمهور الكويت شلون يطلع استقبال حق منتخب الكويت لما يرد من دورات الخليج أو من تصفيات مثلا نقول اللي كانت في بغداد يوم فوز على المنتخب العراقي أو كأس الخليج في بغداد. شفت الجمال صبرت وتعاني لكن بعدين مثل ما يقولون لك الحكي بالأخير النتيجة أنت تحط البذرة وتتعب عليها وتسقيها لكن تطلع لك تفاح حلوة برتقال حلوة، هاي نتيجتنا أنك تحقق بطولات. لذلك منتخب الكويت لم يخيب ظن أهل الكويت والمسؤولين بالكويت لما يعطونهم المسؤولية. حلو حلو، هذا بعد سؤال يطرح نفسه دائما نقول بأن الحين والمفروض ينسأل هذا السؤال، يعني الحين قبل نشوف بنات للأمانة نشوف حريم نشوف عبيب المدرجات، ليش هذا العزوف؟ شنو يعني من وجهة نظرك؟ الجو جو ونفسه اللعبة هي نفسها، شنو ليش عزوف؟ شوف الكرة حب، الكرة شيء عندك أنت تحبه تروح له، يعني إحنا ما نقدر نفرض على العائلات إن يحضروا مباراة، بس أنا أعتقد لما يكون في مباراة منتخب يحضرون، بس على مستوى الأندية لا مكتفين، لأن هذاك شعور وطني، شعور الوطني عكس العائلة الكويتية ويشجعون اللاعبين ويوقفون وياهم. وشاهدناهم في كثير مباريات وساعات حتى يمكن ما يكون لك أنت أمل في البطولة لكن مع ذلك يساهم، لحقت عليهم لعبت مع عبد العصفور كراب دور الخليج الثانية، الدول لعبت فيها منتخب العسكري في تركيا، إبراهيم الخشرم لعبت فيها مع نادي الكويت، لعبت فيها مع المنتخب، اعتزل وراء اللاعبين يجي الآخر كملت فيها. جيل آخر نتكلم عن جيل فاروق إبراهيم، جيل حمد أبو حمد، جيل عمبري. إبراهيم إدريهم، هاي أجيال هم جيل هذا أنا ست عبد العزيز العنبري طبعا جاسم ويا جاسم بالفترة هذه من نقول 71 72، بعدين أنا جيل آخر جيل ناصر الغانم، جيل عبد الله بلوشي، جيل محمد كرم وأحبهم وقدوة بالأخلاق وباللعب وممتعين بفنهم ولحقت عليهم لعبت فيهم. لذلك
لحقت على ثلاث أجيال بكرة القدم الكويتية. إنزين، السؤال اللي يعني يطرح نفسه والمفروض أي تنسأل الحين، وايد من اللاعبين للأمانة ماني قايل أنا احترافه غيره، وايد من اللاعبين يعني يبلش ويلعب ويحب اللعبة وما يستمر. هل سبب يعني تقط اللوم على اللاعب ولا على الأمور الإدارية بصراحة بدون مجامل؟ ساعات أنت ما تدري شنو ظروف اللاعب، شنو عنده من أمور، يعني ممكن تكون دراسية، لاعب زين وباكر تشيله بعثه وبيروح يكمل دراسة. إذا معقول الإدارة ما دروا إنه يدرس ويحاولوا؟ لا، هذه أمور ساعات حتى الأهل يدخلون. ساعات في الفترة الحالية والسنوات الحالية كرة القدم يعني ثقافة، ثقافة مجتمع ما تعطي شيء كرة القدم. الأبو ممكن يضغط على ولده يقول له تعال يبا أنت شنو أكو بكرة القدم، باكر تروح تاخذ شهادتك تصير مهندس تصير يعني دكتور أكيد، بس أكو لاعبين ويستمر، وأكو ظروف لاعبين ممكن هم ما يكونون جديين في إنه يبون يتمرنون ليلعبون تلقى يبطل، لأن الاستمرار بالكرة تمرين وعطاء والتزام ومواظبة واستماع لرأي الإداريين والمدربين مو شيء سهل ترى، عملية مي سهلة وصلتهم للنجومية. الحين احنا في نقول ظروف تختلف، يمكن ان في لاعب بيقوم لك حق الدوام الساعة 7 وبيروح يقعد بالدوام تقريبا حوالي 8 ساعات وبرد البيت يتغدى ورد يتمرن، ما يصير هاي في عالم الاحتراف، ما يصير اذا تبي اللاعب انت ينتج لك ويعطيك، يجب انك تراعيه، انت اخذ عندك بالنادي كأنه موظف، وبنفس الوقت انت خله ها يحس انه هو يحاسب كموظف، انه اذا غاب عن التمرين اذا ما اعطى بالبريات اذا عمل له مشاكل هني تخصم عليه، عامله كموظف بس هو كلاعب محترف. هني طبق الاحتراف بصورته الحقيقيه اللي احنا نبيها، بعده مو الحقيقيه، هذه الحقيقيه تلقاها باوروبا تلقاها فعلا هناك عند الانديه اللي اللاعبين خلاص هو مجند في اي لحظه النادي يحط له برنامج جايله. احنا لاعبين نبي ننهض فيهم، خلنا نعطيهم احنا الخطوه الاولى، نعطيهم نقول احنا التست الجيد عشان هم يحسون بالشيء. احنا كنا اول صغار نتابعهم طالع بالتلفزيون، يوم انا كنت صغير عمري 8 سنين 9 سنين 11 سنه، دوله الله شافيه يعطي الصحة والعافية مرزوق سعيد الله يعافيه، إبراهيم الخشرم، محمد المسعود، إبراهيم دريهم، لاعبين في جيل معين لعبت وياهم لحقت عليهم. لعبت مع عبد العصفور كراب دورة الخليج الثانية، الدول لعبت وياهم المنتخب العسكري في تركيا، إبراهيم الخشرم لعبت وياه مع نادي الكويت، لعبت وياه مع المنتخب، اعتزلوا وراء اللاعبين يا جيل آخر كملت وياه. جيل آخر نتكلم عن جيل فاروق إبراهيم، جيل حمد أبو حمد، جيل عمبري. إبراهيم دريهم، هاي أجيال هم جيل هذا أنا ست عبد العزيز العنبري، طبعا جاسم وياه جاسم بالفترة هذه من نقول 71 72 بعدين يعني مو معناه أن اللاعبين ما يرفعون اسم بلدهم حاليا، لا بالعكس، بس هم قاعدين يعطون على حسب إمكانياتهم اللي متوفر لهم. إحنا اللي كانوا في تلك الفترة في إداريين في ملاعب صغرتنا في حب في البداية، إحنا نلعب نحب كرة القدم بالشوارع في الأماكن في الأحياء اللي يمنا، الحين ما في الأحياء، يروح النادي ينظمه إنه يلعب، لكن بنفس الوقت النظام مو النظام اللي إحنا يرتقي فيه اللاعب في مستوى، يعني هم يبون نظام الاحتراف ما يتطبق عندك الإمكانيات عندك حب البلد، هذا الطبقة أنت في الملعب. لذلك لأن لاعبين الكويت كانوا فعلا أوفياء ومخلصين وعندهم هم القدرة على هذا التعامل مع المباريات، نجحوا، نجحنا في الفريق الذهبي في مباريات صعبة، في مباريات خارج أرضك كنت تخسرها لكن ترد الشوط الثاني وتغير نتيجة وتفوز، ولا على منتخبات يمكن تكون ساعات أفضل منك مستوى وجمهورها حاضر، لكن منتخب الكويت فعلا كان مثال لأن يلقبونه بالمنتخب الذهبي يستحق، استحقها بجدارة. يعني ليه الحين المنتخب الذهبي مو على أساس أنه وصل كأس العالم، لا، لأن في مواقف كثيرة لهذا المنتخب ارتقى فيها، خلى اللي برا الكويت يحبه، خلى اللي برا الكويت يتابعه، خلى اللي برا الكويت يتمنى هذا المنتخب ما ينتهي، لأنهم كانوا نجوم لأن عندهم الأسباب الحقيقية اللي وصلتهم للنجومية. الحين احنا في نقول ظروف تختلف، يمكن أن في لاعب بيقوم لك حق الدوام الساعة 7 وبيروح يقعد بالدوام تقريبا حوالي 8 ساعات وبرد البيت يتغدى ورد يتمرن، ما يصير هاي في عالم الاحتراف، ما يصير إذا تبي اللاعب أنت ينتج لك ويعطيك، يجب أنك تراعيه، أنت أخذ عندك
بالنادي كأنه موظف، وبنفس الوقت أنت خلى ها يحس إنه هو يحاسب كموظف إنه